16 دقيقة بعد 8 في بشائر الصباح التي انطلقت معكم في تمام 6 صباحا لتتواصل حتى 9 من خلال مجموعة من الفقرات. بالطبيعة وصلنا للجزء الثالث من بشائرنا اليوم ونتلقى به مباشرة بحديث السبت مع عبد السلام شقير. بالطبيعة الموضوع الأساسي الموضوع الأساسي الحديث الأساسي لأيامات هذه الكل هو قانون المالية 2018 اللي العديد من المختصين يكدوا أنه قانون مجحف بالنسبة للمواطن التونسي وحتى بالنسبة للمواطن المتوسط الدخل أيضا. بالضبط هنا الفئة اللي تمست حتى ما نحكيوش على الفئة متاع الأقل من المتوسط، الفئة متاع متوسطي الدخل تمست بشكل كبير والناس حاسة أنه القانون هذا باش يثقل كاهل المواطن التونسي في القريب العاجل. ممكن هي الحاجة لا بلوز امبورطون عماد انهم باش يزيدوا يضغطوا على الناس اللي قاعده تدفع ديجا وهذا مش معقول. معناها اي سوفي هنا دو كومباري المداخيل الجبائيه نتاع سنه 2010 فتناها تو برشا برشا، معناتها المشكله ماهيش ضعف. شو يعني دخلنا برشا فلوس على مستوى الجبائيه ولا كيفاش مقارنه ب 2010؟ بالضبط 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 هنا باش نزيدوا نشوفوا شنو هي الاسباب وشنو هي المسبب. معناتها المشكله ماهيش ضعف المدخول الجبائي، الدوله ماشيه نحو الافلاس مش بسبب ضعف المدخول الجبائي كما هما يروجوا، لان المدخول الجبائي زاد برشا على قبل. السبب الرئيسي هو بلوتو سوء التصرف في موارد الدولة اللي هما ناس توصل تدخل بعدد كما قالته النايبة مؤخرا ليلى شتاوي 150 ألف وقت حكومة الترويكا. الناس هذوما دخلوا في الوظيفة العمومية، راهو دخلوا واخذوا شهريات وقاعدين ياخذوا، حتى الأخطر إنهم قاعدين ياخذوا في رابيل متاع سي ان اس اس زيدة. أي فوالا، فمشكون في السينير يحلف الأسبوع هذا قال إنه فما دوسي متاع واحد برك من الناس هذه في الجمعة هذه، رابيل متاع السينير متاعو عماد وصل 310 ملايين، هذا واحد بركة من اللي دخلوا وقت الترويكا. إيه علاش ما يخرجوهمش الدوسيات هذوما؟ بالضبط هاو باش نحكيو عليه الموضوع، علاش ما يخرجوهمش ونتسائلوا تو باقي نتسائلوا الفلوس وين مشات. معناه اذا كان هو معناتها يجيو كي من هكا ونهبوا البلاد وخذوا شهريات كما مثلا نحكيو. سامحني معطيت اعتفاء متاكد منها، معناها 100% نحكي لك على عضو مجلس نواب شنو قال. معناها منذ اربع اشهر سمعتها في اذاعه خاصه، معناها وفي تلفاز مش حتى في اذاعه خاصه، وخذوا شهريات. معناها ناخذوا اكزامبل وزير تعليم عالي في وقت سابق خذا شهريات نتاع 23 عام التالي واحنا ناخذوا في قروض، معناها هما يسبوا فيهم في الحكايه هذوما نتاع سي ان ال بي اس وكسيتيرا وناس زايده على الحساب معناها في الوظيفه العموميه. هذه وين صارت الفويت؟ مش الواحد قاعد يدفع في الفلوس نزيدوا عليه، احنا نزيدوا نقتلوه لين نقتلوه. معناها يزيد ادفع لي زامبو دي زامبو، ما هو لي زامبو تو لي زامبو، راه حاجه معناها ما حب حتى حد يقول لنا اخرى دعيمات. هاو النايبه في المجلس التاسيسي اللي كنت نقول لك عليها ليلى شتاوي سالت وزير الماليه عندها اربع شهور قالت له قداش من واحد تخلف الوظيفه العموميه كتابيا، ما ردش عليها. قداش من واحد صبيتو لهم سي ان ار بي اس، ما ردش عليها. دونك اذا كان المردود الجبائي زاد اش بيه احنا باقي ما نجمناش نخلصوا رواحنا لتو؟ علاش المديونيه تو كان يقص علينا عماد صندوق النقد الدولي تروازيام ترونش تو قاش باش نخلصوا الوظيفه العموميه تو احنا؟ معناها السؤالات هذه كل قاعده مطروحه ما فماش حتى اجابه. اذا كان خلات قال شنو قال تو يركزوا لنا على الاقتصاد الموازي، ماهوش حل. اما الاقتصاد، اما اقتصاد موازي اللي يحكيوا عليه تي كان موجود كيما تو كيما قبل الاقتصاد الموازي توقف. حتى في عهد بن علي كان موجود تو اكثر عبد السلام كان موجود بكثره حتى وقت بن علي وبن علي كان طفي عليه الضوء يقول لك مناطق محرومه معناها كيما سيدي بوزيد وكاسين وبن قردان خلي الناس تاكل خبزه على روايحها معناها ويقول لك معناها هذا سي تنفو بروبليم. هنركزوا على الاقتصاد الموازي. تو البلاد غرقت وقال شنو العباد هاربه من الجبايه؟ شنو جبايه يا اخي؟ معناها انتم معاملين على سيكتور نتاع طب ولا سيكتور نتاع محامين هما اللي باش يمنعوا لك الدوله؟ تي مش هذه المشكله معناها سي تنفو بروبليم. هذا هما قاعدين معناها تو يشيخش معناها ان بريتكست قال شنو قال الشريحه هذه ماهيش تخلص في الاداءات. ليه قاعدين يخلصوا هما لكن ثم امور راهي ماهيش مقنه لانه قاعدين يخلصوا في حاجه فورفيتير. صحيح فما تي هاو الاخلاص معناها اكثر من قبل تو يحكيوا المحامين يخلصوا معناتها يخلصوا اكثر من قبل والطب يخلصوا اكثر من قبل. هو تو محاله موضوع هام برشا متداول زاد للخروج من الازمه هذه. ناس تحكي انه الشركات العموميه اللي هي قاعده تثقل في كاهل الدوله بعض الشركات العموميه سنويا بمئات المليارات وتناخذوا امثله واللي قال شنو قال الشركات هذه خط احمر ما تتباعش وما تعطاش للمستثمرين وتجبد موضوع تونيسير من ضمن المواضيع. لا اذا كان باش تحكيوا على تونيسير مشكله كبيره وعاوزين مش نحكيوا عليها احنا جوست عرضيه معناها فهمت هنا اللي سائل ان يسال علاش ما تتباعش باش تكون معناها افضل باش يقول لك عماد. اني مخبيش عليك انه تونسير ولا غيرها من المؤسسات الكبرى كما السايق والسوناد وغيره انها تتباع خاطر كان باش تخصص المؤسسات هذيك
وقتها تكون الضربة القاضية بالنسبة للمواطن العادي في تونس راهو. باهي شوف انت صحيح معاك في الطرح هذايا، اما تو اللي سائل ان يسال هنا هي سويسار وقوتها وتباعت عام 96. وقتاش تباعت؟ نهار اللي عملت فايت الحكومة السويسرية باعتها للمستثمر، فهمت؟ معناها نعطيك الشيفر تونسير في العام نخلصوا عليها 180 مليار عماد من خزينة الدولة، معناها ياخذوهم ويصبوهم غادي. هذايا إليا تروازاني نحكي لك عامناه الأكثر، معناها يقول قايل هنا فما ناس تسألت يقول لك علاش ما تتباعش أتو نرتاحوا من هالمبالغ الضخمة. فما شكون يقول زادا أنه معظم الناس الرافضة أنه يخوها مستثمر أجنبي معظمهم معناها يكركروا في الخدمة بتاعهم ومش قاعدين يخدموا قاعدين ياخذوا في الشهري. قال شنو؟ قال خط أحمر. كيف كيف لاستي بي عماد موضوع تحلو تشبد بالكبير، لاستي بي 750 مليار عم ناول يتخذ خزينة الدولة. عبش قولك لأني حكيت معناها يستخدم في الاستي بي مليارات من القروضات اللي توا ما خلصت. علاش؟ من عند كبار رجال الاعمال ولحد الان المؤسسه الكبيره هذه الاس تي بي اتقاسي. اي وهي المشكله انهم كيفاش تعطات القروض هذه؟ تعطات قبل رواه 2011. إيه كيفاش تعطات؟ خاطر هذاك صاحب فلان وذاك صاحب فلان تعطيه قروض من غير ضمانات. هذا كل لازمه محاسبه، مش يقول لك 750 مليار من خزينه الدوله بور كومبلي لو ديفيسيت. معناه فما شكون يحكي ويقول معناه مديرين البنوك تلعبوا كيما حبوا بالقروض، عطاو كيما كنت تحكي انت بالولاءات. معناها قال شنو؟ قال ناخذوهم ناخذوا من الخزينه نتاع دافع ضرائب باش ما تفلسش الدولة. كيف هي خسارة لهالدرجة هذه؟ ايش تعمل بها انت كدولة معناها؟ ما هو انت كي تسكرها ماكش رابح تطلع في الاخرة، او يقعد معاك 750 مليار هذوكم تعمل بهم مشاريع تنمية كل قاية، فهمتني ولا؟ هو موضوع كبير لانه بسكرها ومبعث تالي الموظفين والخدمة اللي فيها وغيره، تم برشا امور باش تظهر بعد تالي. كيف كيف قبل تيليكوم ما هي كانت خاسرة تيليكوم وتونيزيانا كانت خاسرة وكل، كي تباعت ولا دخلت فيها ديزاكسيونير مستثمرين اجانب، هو تو ما عادش هما خاسرين حسب ما يحكيوا، هكا ولا اني غلط؟ تونيزيانا راهي تو من اكبر شركات مش في تونس في في العالم على المستوى الاتصالات، وبون ما نصورش انها باش تكون شركه معناها خاسره. نحكي لك قبل يعني قبل نحكي لك قبل ما يدخل فيها المستثمر الاجنبي. معناها كيف كيف تيليكوم كيف كيف الاورانج كلهم معناها لازم توا نحيو ساعه عماد، هي اهم حاجه العقليه نتاع رزق البليك هذيك لازم تتنحى. مش قال شنو؟ قال اخدم على روحك وشهريا مسمار في حيط. انت كان تخدم على روحك عارفك ما يتردكش راهو مهما تكون الخدمه نتاعك. تو قال شنو؟ قال زيدوا ادفعوا ضرائب حتى معناها الا ناوي باش يعمل شركه صغيره ولا مشروع صغير يشوف الضرائب كي من هكا وقتها يقول لك ما حاجتيش يعني بلاش نعملها المشروع هذا في بلاصه معناها ما نشجعوهم. تو الناس حست انه كل شيء معناها يدور ويحطوه في راس المواطن. المواطن تو يجعلوش يخلص الفاتورات ويجعلوش يقري اولاده هيك تشوف كيفاش ويخلص الماء نتاعو والضو نتاعو. واحمد ربي لما يدورش عليكم تو المواطن معناها اونتروتر بالحق معناها مش تجي مش تجي هوا معناها زيد لي زامبو زيد لي زامبو ومن بعد طالب مستثمرين اجا اعمل مشاريع تنميه. اما مشاريع تنميه اللي باش يعملوها لك، فما شكون يقول انه الحل الانجع عماد للنهوض باقتصاد البلاد هو تشجيع المستثمرين باش يعملوا مشاريع. اجا ونعمل لك بالقانون خمس سنين ما تخلصش لي زامبو، تو تشوف كيفاش الناس تخدم على رواحها. هاو مثلا حل، مش من الاول تجي تقول له راك باش تدفع وباش تدفع وباش تدفع وبالقانون يهرب ما عادش يعمل لك حتى مشروع. نقطة نختموا بها الموضوع هذايا هي بيت الضرورة ملحة، معناها مراجعة التعيينات لتابع العفو التشريعي العام بالحق ولات ضرورة ملحة ونقاط استفهام كبيرة برشا، ما فماش إجابات لأنه من الصورات المعنية. وكما قلت بكري مثال واضح للعيان عماد، وزير راهو ثم روحه أستاذ جامعي معناها دو فاسون ريتروسبكتيف وياخو في شهرية متاع 23 عام التالي، فهمت؟ ثم روحه من عام 87 أستاذ وخذا شهرية متاع 23 وصبوا له روتريت نتاعو زادة، معناها وهذا مثال من عشرات الالاف، فهمتني؟ شيفر مرعب عماد نقولوه توا اللي هو لاماس سالاريال نتاع الشهريه الوظيفه العموميه معناها تعدات من 6000 مليار عام 2010 الى 14000 مليار تو باش تولي 14500 مليار اكثر من الضعف تقريبا. حاليا باش تولي قلت لك 14500 مليار كاملين تقريبا نص الميزانيه نتاع البلاد. اي منين هذايا معناها؟ عطوناش تفسير يا خويا، فسرونا شنو اللي صار في البلاد. ها وزير الماليه ما حبش يجاوب النايبه نتاع مجلس تاسيسي مجلس نواب بلوتو، قالت اني طلبته هكا، قالت تكستو قالت اني طلبته صراحه قداش دخلوا جماعه العفو التشريعي العام، ما حبش يجاوبها. أتو تشوف كيف يجاوبها ولا يجاوب حد من المسؤولين قداش ضربوا عماد ونهبوا فلوس بدون مقابل. هذه دوسيات دوسيات كبيرة أنه لابد باش تتحل والموضوع كبير برشا. عبد السلام نحن أشرنا له. أيوة سؤال أخير هو معناها العباد هذه اللي تثبت لها شهري متاع 23 عام التالي، معناها وقتها شنو كان يعمل؟ هو كان يشرب وياكل؟ فاش كان يعمل 23 عام ليش خدمة؟ معناها اسكو بن علي كان مسكر عليه الحومة وما يخرجش لا ياكل لا يشرب؟ بالحق معناها أسئلة مطروحة وإن شاء الله نلقاو لها إجابة. واللي بلغني أنه في قانون 2018 قانون المالية تم زيادات باش تم على مستوى الاتصالات الشركات
الثلاثه كنا نحكيوا عليهم باش يزيدوا في الـ في الـ في الجبايه على مستوى هك الكوارت بتاع التليفون وغيره. ناس ايضا تحكي على المواد الكحولية، المواد الكحوليه بالفعل اللي باش تزيد تقريبا ثم زيادات غير منتظره ان شاء الله من هنا لي 1 جانفي اكيد باش المواطن التونسي يحس شنو تبدل على مستوى قانون الماليه في البلاد. عبد السلام يعطيك الصحه، نهارك زين مره اخرى.